أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات التنافسية لتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية العالمية تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين لديها المقومات والإمكانيات التي تعزز فرص نجاحها في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، وفي مقدمتها ما تمتلكه من كوادر وطنية ذات خبرة وكفاءة نفخر اليوم بسمعتها الطيبة في المحافل الرياضية والعالمية، وبخاصة في مجال سباقات الخيل. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله سباق النسخة الخامسة من كأس البحرين الدولي للخيل بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والذي أقيم على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وبمشاركة ملاك ومدربين وفرسان وجياد من مختلف الإسطبلات العالمية، حيث نوه سموه بالتطور المتنامي الذي يشهده قطاع سباقات الخيل في مملكة البحرين بفضل الخطط التطويرية التي تتفاعل بإتقان الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة، والتي كان لها الدور الأبرز في الدفع بالقطاع نحو مستويات أكثر تميزا، لافتا إلى أهمية مواصلة تبني المبادرات والبرامج لضمان استمرار تطوير قطاع سباقات الخيل ليكون أحد الشواهد على تميز مملكة البحرين في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية. وأشاد سموه بالجهود التنظيمية التي تميزت بها النسخة الخامسة من سباق كأس البحرين الدولي، والتي تأتي نتاجا للخبرات المتراكمة التي تمتلكها الكوادر الوطنية في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، مشيرا سموه إلى ما شهده السباق من مشاركة واسعة من داخل المملكة وخارجها وأجواء حماسية وتنافسية، مهنئا سموه الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا حظا أوفر لبقية المشاركين. من جانبه أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن التقدم الذي يشهده قطاع سباقات الخيل في مملكة البحرين يأتي نتاج الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرا سموه إلى أن تنظيم النسخة الخامسة من سباق كأس البحرين الدولي للخيل يشكل إضافة مميزة ترفع من مستوى السباقات التي ينظمها النادي، ويوفر فرصة مثالية للاستفادة من الخبرات العالمية المشاركة، مما يساهم في رفع وتطوير مستوى وقدرات الإسطبلات والمضمرين والفرسان البحرينيين وإثراء خبراتهم، معربا عن اعتزازه بالنجاحات والإنجازات المتحققة في هذا القطاع والتي تشكل دافعا لمواصلة التطوير لتحقيق الأهداف المنشودة. هذا وقد حضر السباق عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور كبير من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم كأس البحرين الدولي إلى السير أليكس فيرغسون مالك الجواد الفائز سبيريت دانسر بعد فوزه بالمركز الأول في الشوط الخامس والرئيسي الذي أقيم للجياد المستوردة لمسافة 2000 متر، فيما جاء الجواد إصرار في المركز الثاني، تلاه الجواد بوينت لونسيل في المركز الثالث، والجواد ريل وورد في المركز الرابع، كما تم تتويج الفائزين بكؤوس بقية أشواط السباق، حيث قدم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، فيما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس نادي البحرين للسباقات من سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة، وذلك بعد فوز جواد سموه ريبل الداون بالمركز الأول في الشوط السادس، كما تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس الشوط السابع من السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنيرجيز بعد فوز جواد سموه رايون باور بالمركز الأول،
ثم تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس الشوط الثامن من السيد أحمد شيرازي المدير الإداري لمركز البحرين للمجوهرات بعد فوز جواد سموه باي لاين بالمركز الأول. فيما قام الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة بايون بتقديم كأس الشوط الثالث إلى المالك الفائز عبد الله سامي ناس، فيما قدم السيد إيان ليندزي مستشار رئيس مجلس التنمية الاقتصادية كأس الشوط الرابع إلى المالك الفائز محمد جاسم جعفر، فيما قدم السيد إسلام فؤاد مدير التسويق بفندق الفور سيزون كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم. وكان السباق قد اشتمل على 7 أشواط أقيمت على كؤوس شركة بايون وشركة بابكو إنيرجيز ومجلس التنمية الاقتصادية وفندق فور سيزونز البحرين وشوبارد مركز البحرين للمجوهرات الرعاة الداعمون للسباق الدولي.